البرنس. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنتفرج على التريلر بتاع او الاوفيشال تريلر، التريلر الرسمي بتاع مسلسل البرنس. احنا كنا اتفرجنا على التيزر والحلقه موجوده، وكنت قايل ان انا مش هحكم على المسلسل غير لما اتفرج على الاوفيشال تريلر. والنهارده معانا الاوفيشال تريلر. طبعا الكاست مش هتكلم عليه عشان احنا اوريدي اتكلمنا، واخراج وممثلين احمد زاهر ومحمد رمضان وادوارد وكذا 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 وكذا، فمش عايز اقعد اعيد وازيد في نفس الكلام. هنخش على طول نتفرج على التريلر. التريلر الاوفيشال تريلر مدته دقيقه و30 ثانيه. هنتفرج على طول على الاوفيشال تريلر. طبعا كالعاده ما شفتهوش قبل كده، فهتفرج عليه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. الكلام اللي انت قلته تحت ده حقيقي؟ اخوتك مش هيسكتوا؟ سألنا عليه هنقوله ما نعرفش تليفون ايه، ما نعرفش حاجة عنه. صح، وانا اصدق كل ده ليه؟ عشان الفلوس؟ تطلعوا تسرقوني عشان ما اعرفش اخد حقي؟ مين اللي يبقى ابنكم ياما؟ قسما بالله العظيم ناخد حق من عيالكم، اخليكم تبكوا عليهم الباقي من عمركم. اللي حلال فيكم وتستاهلوهم بجد هم عيالكم. هو أعلم اللي عمله يخلي الجنة تجوز عليا ولا لأ؟ أخوكوا كلكوا. أوكي، انطباعات مش سلبية ومش إيجابية، بس يعني تيبيكلي زي ما كنت قايل قبل كده، تيبيكلي محمد رمضان مفيش جديد كالعادة. على فكرة اللوكيشن ده أنا متأكد مليون في المية إن اللوكيشن اللي متصور فيه المسلسل ده نفس اللوكيشن بتاع مسلسل الأسطورة. معرفش ليه حاسس ان الحارة هي والبيت زي ما هو، مش عارف، يمكن اكون انا غلطان، بس متأكد مليون في المية ان اللوكيشن هو. حسيت برضو وانا بتفرج على التريلر او الاوفيشال تريلر وضح لي شوية، حسيت المسلسل شوية اخد من ابو جبل، يعني علاقة ما بين الاخوات مش طيبة مش كويسة، بيتخانقوا، بنشوف برضو محمد رمضان بيتسجن، واكيد احمد زاهر هو اللي سجنه عشان موضوع فلوس. حاسه شوية شبه ابو جبل، شوية يا جدعان يعني. اوكي يعني وي كان جيف ات ا تراي، ممكن اتفرج على المسلسل ما فيهاش حاجه يعني. ممكن كده كده زي ما قلت لحد دلوقتي الدنيا فاضيه يعني، احنا ما فيش معانا غير لعبه النسيان ولانتينو والاختيار، معناش غير ثلاث مسلسلات بس، فاحنا ممكن نحط ده كمان معاهم البرنس. بس انا مش حرف اصلا سقف طموحاتي، لان انا عارف طموحاتي حتى بقى اخرها فين بالنسبه للمسلسل ده يعني كالعاده يعني. محمد رمضان اوكي. ترقبي للمسلسل هيبقى 6/10، مش اكتر من كده. ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. متنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه الجايه. البرنس